عظيم في مكة المكرمة، تفجر هذا البئر تحت أقدام السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مائي خير ماء على وجه الأرض، بئري لا يجف ولا ينقطع من الماء منذ آلاف السنين، لا تنمو النباتات ولا الطحالب في بئري، أحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح والمعادن المفيدة، أنا سبب في علاج الكثير من الأمراض للإنسان بمشيئة الله تعالى. من أنا؟ ماء زمزم.